إخواني قديما كان موضوع الحجامة يقوم به من هب ودب. بدأ العمل في أصحاب مهنة الحلاقة، وثم اندثر لأنهم كانوا يقعون بأخطاء كثيرة، عدم التعقيم، استخدام القرون نفسها تكرر لأشخاص أو لكل الزبائن عبارة يغسلوا الماء، وقعت يعني مشاكل كثيرة، فاندثرت هذه المهنة العظيمة التي فيها الدواء والشفاء. ثم بعد ذلك بدأ الناس يعني يتعلمون ويدرسون ويتخصصون. موضوع الحجامة، موضوع الحجامة في زماننا هذا قد تطور كثير، تطور كثير من ناحية الدراسة التي تنشط بها عدد كبير من الشباب، ودرسوا التفاصيل الدقيقة الدقيقة من ناحية الدم، من ناحية أماكن وضع الكؤوس، كيف وضع الكؤوس، الشفط، الشفط الكثير والشفط القليل، كيف يستخدم موس الحجامة عندما يجرح موضع الحجامة، كم هي المسافة بين الشرط والشرط. وأشبع هذا الموضوع حقيقة يعني، بل لم يكتفوا يعني بالدراسة العلمية، إنما بالدورات العملية، الدورات العملية والخبرات قد يعني تزاوجت بين المشرق والمغرب والشمال والجنوب. تجد خبرات ما بين شباب من المملكة العربية السعودية، من الأردن، من ليبيا، من المغرب، من فلسطين، من سوريا، من الإمارات. كثير هي الدول التي فيها من يعمل بهذا المجال، مجال الحجامة، حتى من البحرين، من الكويت. فيعني كل الدول الآن يهتمون بهذا الموضوع. كذلك يعني وصل الناس إلى خبرات عالية جدا، عالية جدا، وقد سبق بعض التلاميذ من علمه الحجامة. ولكن كل يوم في جديد، كل يوم في جديد. لهذا أنا أرجو من جميع الأخوة الذين يرغبون بالحجامة دائما يسألون عن المتخصص، يسألون عن صاحب اليد الخفيفة، يسألون عن من لا يترك أثر بعد الحجامة. وهذا أعتقد اليوم من أهم الأمور. كم يمر علينا من حالات يقول من 10 سنوات، من 20 سنة، من 15 سنة تحجمت عند فلان. بل أصبحنا نعرف عندما يمر بعض الشباب ونقول له هذه حجامة فلان من أثر الضربات وطريقة استخدام الموس والتشريط، نعرف أن هذه طريقة فلان وترك الندبات على ظهره.